ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم، اسمعوا ماذا قال بعد هذا، قال عليه الصلاة والسلام: وإن الجنة لتزين كل عام مرة واحدة. اللي أعد الجنة من؟ من اللي زين الجنة؟ الله. أعددت لعبادي إيش؟ الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله يقول أنا أزين الجنة رغم أنني أعددتها وجملتها وزينتها، لكنني يوم دخول رمضان موضوع جديد، في رمضان تزين من جديد، تستعد لسكانها. ولذلك في الحديث تقول الجنة: اللهم اجعل لي من عبادك في هذا الشهر سكانا. الله يجعل لنا سكان. وأسأل الله أن يجعلني وأنتم ومن يستمعنا ويرانا ووالدينا وآبائنا وإخواننا من سكان الجنة، فقولوا آمين. نعمة، نعمة أن الجنة تسأل ربها أنك تكون أنت وأنا وغيرنا من المسلمين من سكانها التي يتمناها كل مخلوق على وجه الأرض. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء شهر رمضان، شهر رمضان فرصة أنا سميته أنها هدية الله للمؤمنين. ليلة دخول الشهر حصل تغيرات كونية، يعني في أشياء تغيرت في الكون قد لا نراها بالعين المجردة، لكنها نؤمن بها ونعتقد أنها موجودة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته الشهيرة في حديث سلمان المشهور، وإن كان في الحديث مقال لكن المعنى لهذا الحديث صحيح، قال للصحابة رضي الله عنهم: لقد أظلكم شهر كريم. ثم بدأ يتكلم عن بعض التغيرات اللي أنا الآن سأذكرها. ذكر منها أنه فتحت أبواب الجنة، ولكم أن تتخيلوا أن أبواب الجنة تفتح، أنتم عرب ولا لا؟ واللغة العربية في البلاغة فتحت، هذه صيغة إيش؟ صيغة مبالغة، كناية على إيش؟ كناية على شدة انفتاحها وتفتحها. الله لم يقل، أو في الحديث قال فتحت ولا انفتحت، قال فتحت، يعني انفتحت أو فتحت على مصراعيها وكلها فتحت. وأنتم تعرفون أن أبواب الجنة الثمانية بين طرف الباب والطرف الآخر مسيرة 500 عام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي يوم وعليه زحام على الأبواب الثمانية كلها. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يدخل مع الأبواب الثمانية. شوفوا هذا تغير الآن موجود، الآن يقينا بهذا الحديث أن أبواب الجنة مفتحة. أنت اسأل نفسك: من أنا يا رب؟ من حنا عشان تفتح لنا أبواب جنتك؟ حنا عبيد مقصرين. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أنا وأنت ضعفاء، البشر ضعفاء، المخلوق كل الخلق ضعفاء أمام عظمة الله جل في علا. قال فتحت أبواب الجنة، عدوا معي. ثم قال: وغلقت أبواب النار. أيضا هذه صيغة مبالغة، غلقت، كما قال الله في حق يوسف عليه السلام لما قال ودخلت عليه امرأة العزيز، قال الله: وغلقت الأبواب، يعني أحكمت الإغلاق. هنا غلقت أبواب النيران. يا رب والله إننا عاجزين عن شكرك وعلى الاعتراف بفضلك، وأنا أقولها: نحن بشر ضعفاء، تفتح لنا أبواب جنانك، بل تفتح لنا أبواب جنانك وتغلق دوننا أبواب النيران. هذا فضل ونعمة منه سبحانه وتعالى، المحروم المحروم الذي يحرم هذا الخير. ثم اسمعوا ماذا قال، قال: وتسلسل الشياطين. في لفظ آخر مردت الشياطين. تسلسل، يقول ابن رجب الآن وانتم جالسين، أو إذا كان هذا الكلام سيبث إن شاء الله تعالى، من يشاهدني استشعر هذه اللحظة الآن صوت السلاسل. تخيل السلاسل الآن
وانت تسمع صوتها. قال سلسلة الشياطين. تدري ليش سلسلة؟ حنا الشيطان ربط على أحناكنا طيلة الفترة الماضية كلها، لنا سنة كاملة والشيطان لاعب فينا لعب. كم ذنب ارتكبناه من رمضان عام 1435 إلى 30 شعبان 1436؟ الله أعلم، لا تحصي حتى لا يحصى عليك. لكني بقول شيء، الشيطان ماذا يقول؟ يقول لأحتنكن ذريته، يعني إيش؟ يقول يا رب ترى آدم أبحتنك ذريته. وش معنى أحتنك؟ هذول البشر بني آدم أبحتنكهم، أبجيب الحنك هذا، حنك كل واحد وأربط فيه لجام زمام، أحتنكه وأقوده كما تقاد البهيمة. لأحتنكن ذريته. لكن يوم رمضان أو ليلة رمضان تفك وتطلق، إلا من كتب الله له أو عليه الشقاء وأردى نفسه بنفسه واتبع هواه وشيطانه، فذاك يسير في رمضان وفي غير رمضان. لكن المؤمن اللي عنده إيمان، لا، ترى كل هذه تغيرات كونية يا جماعة. الله جل وعلا فتح أبواب، أغلق أبواب وسلسل شياطين. ليش؟ لماذا؟ ما السبب؟ لأجلك أنت أيها المخلوق، حتى يمهد لك أرض الرحمة، وحتى تتعرض لنفحاته، نفحات الكرم والجود والعطاء والعتق من النيران.